بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أستاذة بشرى، موظفة في كلية الآداب ومشرفة على بازار الأول لكلية الآداب، وكان نشاط لتشجيع الطلبة. وتفاجأنا أن يعني لما فتحنا باب الاشتراك وجدنا أن في متاجر خارجية من خارج الكلية يرغبوا في التسجيل في البازار الأول. وبصراحة لما الآن تو نحن متواجدين في أول يوم في البازار، واللي هو يوم 2/7، واللي هو يوافق الثلاثاء، يوم الثلاثاء يوافق 2/7، وعندنا أخرى يوم الخميس 4/7. فنحن اخترنا يومين بحيث أن نحن نوافق، لأن هذا يعد كأنه أسبوع ثقافي لكلية الأداب، واللي هو يتضمن ندوات ومؤتمرات لهيئة أعضاء هيئة التدريس القائمين عليه. في نفس الوقت في البازار يعد من النشاطات لكلية الأداب، وهو من ضمن التجمع الثقافي. بصراحة نحن اليوم سعيدين باستقبال المشتركات من داخل كلية الأداب ومن خارجها، وكان الكل يعني سعيد وعنده قابلية أنه هو يشارك بصدر رحب في نشاطنا هذا الأول، تضمن الكونكريت أكثر شيء، وتضمن أخرى عدة أشغال يدوية من الإكسسوارات. وشاركنا حتى بالأطفال، يعني كان عندنا أصغر مشاركات لأن كان أعمار مثلا يتعدى 11 عاما، فحبينا أن نشجعوهم في البازار ونستقبلوهم بصراحة، وهن كانوا سعيدات مع أن كانوا مترددات، بس نحن شجعناهن على التجربة هذه، لأن هذه بعدين تنمي منهم أن هن يعتمدن على أنفسهم، أو يعتمدن حتى على يبدأ شنو عندهم اعتماد ذاتي ويكون حتى شخصيتهم يعني. فأنا نشجع أي طفل إن كان يكون فيه عنده أي هواية أي موهبة، إن كان الأهل إن كان الأصدقاء إن كان أي حد يدعمه، لأن لما يكبر ويبدأ في المراهقة ويبدأ بعدين في الجامعة ولما يتخرج يلقى روحه عنده مشروع خاص به يعني بصراحة. فأنا شخصيا أنا يعني رئيسة البازار، وفي نفس الوقت عندي موهبة صناعة الإكسسوارات، فكان الوالد الله يرحمه بصراحة كان الدعم لي وهو والوالدة، فمن عن طريق هذه أنا حبيت أن أي حد كان طفل أو خاصة الأطفال لما شفتهم أنهم هم بيشاركوا أنا شجعت أنهم هم يشاركوا معنا، حتى يكون في تنويع يعني من كل الأعمار. وبصراحة نحن تفاجأنا بكم الهائل من المشتركين والإقبال يعني على بازار الأول لكلية الآداب. بناء عليه إن شاء الله بإذن الله حنفتح باب تسجيل أخرى للمشتركين، وحيكون في بازار ثاني بإذن الله أخرى حنحددوه إن شاء الله في وقت لاحق بإذن الله. ويعني وكل الشكر لرئيس الجامعة طبعاً واللي هو دكتور حسن، وشكر خاص أخرى لدكتور إدريس عميد كلية الأداب، أستاذ محمد دنقيرحي، بصراحة هم كانوا الداعمين وكان كل يعني بذلوا أقصى مجهود لإنجاح البازار، وأنا ممتنة لهم لكل مجهود هم بذلوه لإقامة البازار ولإنجاحها. بصراحة حتى كانت الإمكانيات بسيطة، بس هم بذلوا كل مجهود بحيث إن كل حد يخش في البازار يحس إنه فعلاً في روح فريق وفي روح تعاون يعني. بصراحة أنا يعني شهدتي فيه مجروحة لأني أنا من كليتهم، بس أنا يعني ككادر وظيفي كامل في كلية الأداب، بصراحة كهيئة تدريس كموظفين كلهم الله يبارك يعني، بصراحة كاحترام لهم كل الاحترام والتقدير بصراحة، دعم لنا كإعلاميا وحتى كإعلانها على بازارنا الأول لكلية الأداب. وبإذن الله وننطلق من قناة النصار بإذن الله نحن حنديروا بازار ثاني بإذن الله. فشجعنا نحن إن كان حتى إن كان عدد المشتركين قليل أو كذا أو كثير، الحمد لله نحن يعني تو فوق 30 مشتركة، ونحن راضيين عليه لأن
في سعاده وفي فرحه من المشتركات باننا يعني اشتركنا يعني صراحه. فهذا خلانا نحن عندنا قابليه ان نحن نديره ان شاء الله بازار ثاني ان كان حتى بعدد قليل. اهم شيء نحن نشجع المشاريع الصغيره او حتى طلبتنا نحن من ضمن كليه الاداب او حتى من جميع الكليات يعني.